انا عايز بس بمناسبه ان بيقول لي الدنيا خربانه، ما تيجي نروح نشوف حنين حسام. ليه حنين حسام؟ لان ده الخطر اللي في بيوتنا كلنا واحنا مش واخدين بالنا. تيك توك، اطلع اعمل اي محتوى. تيك توك ده برنامج صيني بيطلعوا يعملوا عليه ايه؟ ليبسنج. يعني ايه؟ يجيب موقف مثلا من فيلم قديم ولا جديد ولا مسرحيه باي بتاع ويقعد هو يقلد عليه. في واحده اسمها رهوانجي شاطره قوي، سوريه، هي مقيمه في مصر من زمان، بتعمل حاجه دمها خفيف ظريفه يعني. بيعمل عليه محمد هنيدي، بيعمل عليه كريم عبد العزيز، بيعمل عليه ناس في ظرف، في حاجه. انما ما بيسموش نفسهم هرم مصر الرابع. البنت المسكينه دي عيله في الجامعه مسميه نفسها هرم مصر الرابع، دلوقتي بقت مسميه نفسها هرم مصر الاوحد. وبتطلع بقى تيك توك، واحنا تيك توك ده في كل بيت عندنا، ده الخطر. قالوا حظر، قعدوا في البيت، كل حد عنده البتاع ده قاعد في البيت ولا كمبيوتر، مصيبه. لو ما فيش رقابه. لان الحاجات دي بتدخل فلوس، واحنا عارفين في ناس بتتكسر عينها بالفلوس وبتسكت عن سلوكيات والفاظ لا المفروض تتقال ولا المفروض تتعمل. البنت دي انا عندي خبر بيقول انها قبضوا عليها. قبضوا على البنت الصغيره دي. دي ضحيه نفسها وضحيه بيت ما بيدورش على بنته بتعمل ايه. دي القبض على الطالبة بتهمة التحريض على الفجور. بتهمة التحريض على الفجور، الكلام ده النهاردة. ليه؟ المقطع اللي خدوه عليها كانت بتقول البنات أنا عايزة بنات يكونوا مقبول شكلهم ويقعدوا يطلعوا على الهوا كده أو يفتحوا لايف في إضاءة كويسة ويتعرفوا ويتصاحبوا، بس مش عايزة حاجات عيب يا جماعة. أنا مش عارف أقول إيه، بس عموماً تعالوا نسمع منها هي الفيديو اللي وداها لانها اتقبض عليها النهارده. 5000 ليك قبض معين، لو جبت 10، لو جبت 30، لو جبت 80، لو جبت 200، لو جبت 300، لو جبت 400، كل حاجه بتكون ليها قبضها. تمام؟ من اول القبض بيكون من اول 36 دولار لحد 2000 و3000 دولار. القصة كلها بس زي ما قلت لكم، انتوا هتفتحوا لايف بوشكم، مش هتفتحوا بلاك سكرين لشاشة سودة، اضاءة كويسة زي ما انا قاعدة كده، نت كويس. انا مش محتاجة من سيادتك اكتر من كده، شكل لائق شوية. تفتح اللايف بتاعك، داعمينك هيدخلوا، الناس هتدخل، هتبدأي تتعرفي على الناس، هتبدأي تكوني صداقات مع الناس بشكل محترم وجميل. وانا بيجيلي كل حاجة. 5000 ليك قبض معين، لو جبت 10، لو جبت 30، لو جبت 80، لو جبت حياة الشهرة اللي بقت اهم حاجه في مصر، لدرجه ان احنا لقينا ناس دلوقتي بتعمل حاجات سخيفه لابعد حد، المهم تتشهر. يا جماعه خدوا بالكم من بيوتكم، خدوا بالكم من اولادكم. مش ضد السوشيال ميديا ومش ضد ان الناس يبقى فيه تعارف محترم، او يعني مش قصدي تعارف بمعنى تعارف، بس ان انت تشترك على موقع زي التيك توك او غيره، بس تبقى بتقدم محتوى هادف، بتقدم حاجه ليها لازمه. انما تطلع تقعد تعمل ليبسنج وموفيز ومش عارف ايه ويوتيوبرز زي ما هي بتقول، وتفكر نفسك قيمه وحاجه ليها، مش كده يا جماعه. السوشيال ميديا بتعمل ناس مشهوره من ولا شيء، وشهره فيك، شهره خداعه، وللاسف بتبقى اخرتها كده. خدوا بالكم من بيوتكم، خدوا بالكم من اولادكم، دول محتاجين اطباء نفسيين. بس للامانه إذا كانت حنين واخدنا دلوقتي عشان بلاغنا بتدعو الفجور، ففي مئات، مش عايز أقول آلاف، بيعملوا حاجات يعني أحقر وأسفل كتير من اللي البنت دي بتعمله. وعلى سبيل المثال بلاغ للنائب العام المصري في سما المصري، واللي بتعمله من محتوى وكلام خارج وأساليب سافلة على السوشيال ميديا، علشان أصدقك ان انت راجل بتشتغل بالقانون والكلام ده.